موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. كشف أمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمي عن علم الجانب الفلسطيني المسبق بموقف نيجيريا من مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، لكنه أصر على طرحه للتصويت حتى يجنب الولايات المتحدة حرج استخدام الفيتو. حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من ظاهرة الإغماء التي يصاب بها أسرى سجن عوفر بسبب أجهزة التشويش المنصوبة داخل أقسام السجن منذ فترة طويلة، ويتم تحديثها وتكثيفها ورفع مستواها بشكل مستمر. وفي السياق ذاته، مددت محاكم الاحتلال اعتقال 18 أسيرا فلسطينيا بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية. في موضوع آخر، يجمع الحاج إسحاق الحروب 74 عاما من دور قضاء الخليل التراث الفلسطيني بشتى أشكاله في متحف يحكي الهوية الفلسطينية كاملة بعد مجهود شخصي على مدار 57 عاما. ظليت أجمع من أولا من القرية، بعدين انتقلت للقرى المجاورة، وبعدين لكل فلسطين بالدار، مش بالقرية بس، بالدار. بعدين تبعت الأثر في مخيمات اللاجئين في الأردن وفي سوريا. ميدانيا، دمرت الرياح الشديدة العشرات من البركسات والخيام لمربي المواشي في برية كيسان شرق بيت لحم، كما منيت قرى عين البيضاء وكردلة وبردلة في الأغوار الشمالية بخسائر فادحة في البيوت البلاستيكية والمزروعات. إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما وباردا، وتسقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ورياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة. الجمعة يكون الجو غائما وباردا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لمزيد من الأخبار والتفاصيل، تفضلوا بزيارة موقع وكالة وطن للأنباء وطن.tv. ختام الموجز، نترككم برعاية الله وحفظه.